السلام عليكم المشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم طبق او اكله يابانيه اللي صراحه غادي يجيكم هاد الشيء غريب بزاف، حيت هاد المكونات ما متوفرينش عندنا في المغرب. المهم انا غير بغيت نشاركها معكم وتعرفوا شويه على الطبخ الياباني. وصراحه هاد الاكله تيديروها بزاف في هاد الوقيته، يعني الوقيته ديال البرد، واللي تجي رائعه وزوينه بزاف. المهم هانتوما بقاو معايا وفرجه ممتعه. ميناسان كونيتشيوا ايتسماريا توكزايماس كيونو ريشبيوا اودين سكوريتاي تومويماس توزو سايغو ما ديمت تكدازايني يورشكو ديايشماس. وهاد المكون اللي كتشوفو دابا سميتو كاتسو بوشي، يعني واحد الحوت سميتو كاتسو، تيبسوه وتيحكوه بحال هكا، وهذا تيستعملوه بزاف في الطياب ديالهم، حيت هنا في اليابان ما تيطيبوش بالصوجا بوحدها، راه تيخلطوا الصوجا مع هذا المكون اللي غادي نطبخوا في الماء مع الاعشاب ديال البحر اللي تيسميوها كومبو، وهما راه ضروريين في الطبخ ديالهم، ضروري هاد كاتسوبوشي. وهاد كاتسوبوشي راه فيه واحد الريحه زوينه بزاف. ودابا غادي نطبخوا شويه في الماء، وهذاك الماء باش غادي نطيب مع الصوجا. وحتى الاعشاب البحريه راه ضروري تنطيبيهم، ولكن اليوم ما بقاش عندي، وليت اكتفيت غير بهذا المكون اللي هو كاتسو. دابا انا غادي نصفيه وهذاك الماء باش غادي نطيب. وهاد لاسوب راه مفيده بزاف، وكطلع منه واحد الريحه يا سلام، تيجي رائع بزاف. وسبحان الله شوفوا بوراس ديال اليابان بحال شي قلب ديال السكر، وبوراس ضروري في هاد الاكله، هو العنصر الاساسي. كما كتشوفوا هاد المكونات اللي غادي ندير في هاد الطبق هما هادو، يعني خضره مطحونه والحوت مطحون وحبوب الصوجا مطحونه وبوراس مقطع دواور، وغادي نزيد البيض مسلوق والبطاطا واللحم مقطع صغير. وهاد الطبق صراحه تيجي رائع بزاف. صراحه ما كنتش عوالا نسجل لكم هاد الطبق، وليت قلت علاش اللي ما نشاركوش معكم وتعرفوا على الاكل الياباني، واخا هاد المقادير ما توفراش عندنا في المغرب. المهم هانتوما بقاو معايا حتى الاخير. وهنا غادي نطيب الرز ديالي، هنا كما كتشوفوا عندي كميه كبيره فرقتها على جوج.